تحديد بمنطقة المستصلحات الفلاحية الواقعة ببلدية أوغروت، أين رصدت كل الإمكانيات، أين يستعد أغلب الفلاحين للشروع في عملية الحصاد بالنسبة لهذا الموسم؟ أين تتوقع مصالح الفلاحة إنتاجا وفيرا من الحبوب يتجاوز 45 قنطارا في الهكتار وبأزيد من 728 ألف قنطار على مستوى الولاية؟ يمين بن علمي رصد التالية. النتيجة تاعنا هي الكمية في الإنتاج والنوعية، والحمد لله احنا ماذا بيناش. ورانا نخدموا مش غير الحبوب، نخدموا حبوب ونخدموا خضروات ثاني، احنا مديرين خيار مديرين دليا والحمد لله. نطمنوا ان شاء الله خاوتنا الجزائريين باللي ان شاء الله الانتاج راه كاين، ورانا في المراحل الاخيره من النضج ان شاء الله، وراح نبداو ان شاء الله الموسم تاع الحصاد الايام القلائل القادمه ان شاء الله.